دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. كمان في مباراه مهمه بين الاتحاد السكندري والبنك الاهلي في ختام الجوله 31 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء جهد 11 لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية. وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر ده يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين، على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة يومين. الأعمال هتكون من الساعة 12 الصبح لحد الساعة 5 فجراً طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور. النهاردة هتجري إدارة المرور تحويلات أمام حركة السيارات بسبب غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء لرفع القمر الخرساني الخاص بتوسعة كوبري 15 مايو ولمدة يوم واحد لاستكمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 31 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي الساعة 8 بالليل.